السلام عليكم. نبدأ مقطع الفيلم للبحث عن نبتة تصلح أن نشجرها أو نقزمها. هاي تصلح تطلع عيفة، هاي ما تصلح. ممتازة ممتازة بس جميلة جميلة، نتأسف عليها إذا حولناها. تصلح هذه صغيرة. هاي تصلح بس بعدها. هاي ممتازة ممتازة. الله، هاي بدور عليها، هاي بدور عليها. تصلح للتشجير، بالإمكان التعويضة بوحدة من اللي شفناها سابقا. هاي الثانية أيضا تصلح بس ديك أحسن. هنا جبنا هاي النبتة اللي تصلح للتشجير، وطبعا هي المواد مالتي عندنا فارغة، وهذا خليط من تراب قليل بوتيمون، وهذا مقص، وهكذا نحاول أول مرة هاي حتى نطلعها بسهولة. نحددها لأنه هاي قديمة عمرها أكثر من 10 سنين تقريبا، وبعدين نمسكها بقوة ونطلعها بهالطريقة. طلعت بس هنا نص الهاي دريدة. أنا أني وحدة أصور شوية صعوبة، وأوقف الفيلم وأفصلها وأرجع لكم مثل ما تشوفون. فصلتها هسه طلعت هاي. هاي الجذور طلعت وشفتها حلوة. هاي الجذور الزايدة من جوا نقصها بالمقص. نجيب هاي السندانة تثبتها شوي وارجع تشدد نخلة تنفد عقل النفسة بشكل اللي متوقع هذه راح تتفق.
سندانه صارت بهالشكل هذا. هسه نسبيها وتصلح نحطها في مكان حلو، ومستقبلا كل ما تطلع افرع زايده نقدر نقلمها ونسويها بالشكل اللي نريده. هاي الافرع الزايده بالامكان زراعتها والتكاثر بيها، ماكو شيء يندب طبعا. هاي السنادين دي اشتغل عليها، هاي السندانه هنا كانت بنفسها، هاي على شكل قلب نسويها، والارضيه خضراء. هاي الثانية، هاي على شكل قوس، هاي الأرضية تصير كلها دمعة بطفل خضراء، وهذا القوس يجي يصير كتيف قلب. نعم عندي وحدة. وهاي أيضا وحدة. وهاي الأخرى. وهاي اللي سويناها هسه بعد ما رشيناها بالمي وغسلناها وسقيناها. أودعناكم مع السلامة.